كريستال. كريستال اللعبة اللي فوق الخيال، كريستال اللي دايما كل الناس بتكسب منها أرباح كويسة. النهاردة هنلعب كريستال يا رجالة في وان اكس بت. بس قبل ما نلعب عايز حضرتك تسجل بالبروكود بتاعنا، اكيد الناس اللي معانا عارفين البروكود بتاعنا، والناس اللي الجديدة اللي لسه اول مرة تشوفنا احب اقول لك البروكود بتاعنا هو خازوق. خازوق 1 2 3، خازوق 1 2 3 في شركات الرهانات. بص هيديك بونص عالية جدا، هيديك ارباح بالعبيط. بص كل الخيال العلمي اللي انت هتشوفه في المكاسب والدنيا دي هتلاقيه في البرومو كود ده. تمام يا اخويا؟ ملحوظة يا رجالة، احنا بنهزر وبنتريق عن الشركات دي. تعالى مع حضرتك نبدأ تجربة في لعبة كريستال. بس عايز اوضح لحضرتك ان انت ما عملتش لايك، ان انت ما دعمتش اخوك بلايك. طلب اخوي اعمل لايك الفيديو. تعالى اقول لحضرتك في سؤال يا جماعه، سؤال بيساله احد المتابعين، انت ليه لما بتلعب لعبه بتتكلم عن لعبه واحده بس، ليه مش بتنوع في الالعاب؟ مع ان الناس البروجين اللي بيقول لك سجل بالمكود بتاعي بيلعبوا اكتر من لعبه وبيربحوا وبيكسبوا. طيب افهم حضرتك حاجه، الناس اللي بتقول لك هلعب اللعبه مثلا كريستال شويه اخد منها ربح واجري، واروح لعبة تانية اخد منها ربح واجري، احب اقول لك نقطة معينة بس عايزك تفهمها وتركز فيها. الناس دي بتعمل كده ليه؟ لان اللعبة اللي بيخش يلعبوا فيها بيبقى الحسابات بتاعتهم في الاول بتربحهم، اول ما يربحوا منها تمام بيجروا يلعبوا لعبة تانية ويقول لك بص هتعمل من دي ربح كمان ودي ربح كمان، وهم اصلا بيروجوا للالعاب، مش بيتكلموك مش بيكملوا في اللعبة عشان ما تشوفش الفضايح بتاعتهم، عشان ما تشوفش الخسارة بتاعتهم. هو يجري يخطف من دي ويجري يخطف من دي مع انك مش واخد بالك من نقطة معينة، وهي انك كل الالعاب دي سيستم واحد اللي متحكم فيها. بمعنى انا لو دخلت في لعبة كريستال لعبت جيم واثنين وثلاثة وكسبت فيهم ورحت لعبة تانية، هو برضو الاي دي بتاع الحساب بتاعي مسمع وراح اللعبة التانية، ده كسب من اللعبة دي خطف وجري. تمام، خطف وجري وراح يلعب لعبة تانية، ظبطوه هناك السيستم هيقول لهم ظبطوه هناك. تمام، خلينا نبدأ تجربة النهاردة مع كريستال. وكريستال تقريبا الناس كلها خسرت فلوسها كريستال، وفي نقطة مهمة جدا في 2024 وهتستمر ل 2025 و26 لحد 2030 لو لسه المواقع دي مكملة. وهي النقطة يا رجالة ان الارباح في الحسابات الحقيقية في لعبة كريستال او اي لعبة تانية مش هترفع معاك عن اكس 2 او اكس 3، واديتك اكس 2 او اكس 3 هتبقى واخده منك اكس 30 ورا، هتبقى واخده منك مبلغ جامد. فاهمني؟ خلينا نبدا التجربه مع بعض ونشوف اللعبه هتعمل معانا الى ايه. ومعانا 45200 خازوق. تعالوا يا رجاله هنبدا اول رهان، وهو طبعا 10 جنيه. لازم التسخين، لابد من التسخين، حضرتك بتسمع كده، طبعا لازم تسخن في اللعبة، لازم تسخن لأن التسخين مهم في كل حاجة عشان تعرف نفسك بتلعب ازاي. كمان تاني 10، شوف ركز بس، أخدت مننا 20 جنيه، ادتنا 8 جنيه، ادتنا 8 جنيه. طبعا أنت بتكمل على نمط إنها ترجع لك فلوسك وتعمل ربح محترم. ركز فيديو ونشوف اللعبة هتعمل معانا إيه، ما تنساش اللايك يا أخويا غالي. دلوقتي هي أخدت حوالي قول كده 30 جنيه 40 جنيه، 40 جنيه يعني في الخساره مش في المكسب. تمام، دلوقتي عايزين نضاعف اللعبه، بس احنا هنلعب زي ما بقول كده بقلب جامد، نديها 200 جنيه. انا معايا مبلغ محترم، معايا مبلغ محترم يا باشا. حضرتك طبعا بيقول لك لا، انت لو معاك مبلغ صغير العب ب 10، العب ب 11، العب ب 15. ما تصدقش، هو كل السيستم بيعرف انت معاك مبلغ قد ايه، وعارف مصدره جاي منين، وعامله بايداع ايه، وعارف هيكسبك او هيخسرك، وعملت ايداع كم مره في الشركه وخسرت كم مره، فطبعا هو اللي هيتحكم فيك السيستم. خلينا نكمل مع 200 جنيه وخساره كده 400 جنيه ودي باينه من اولها. اللعبه باينه من اولها. طبعا حضرتك نازلين خساره، لكن في نقطه هتحصل مع حضرتك دلوقتي وهي دي. طبعا اللعبة ادتنا اكس 2 معناها اخدتهم قبل كده، هي واخداهم يا صاحبي، ما تفرحش انها ادتك 400 جنيه انت كده، هي واخداهم حوالي 3 4 مرات. هنلعب برضه 200 جنيه كده. اللعبة بدأت ايه؟ بدأت تسمع.
تسمع في ايه يا باشا؟ مش تسمع في فلوسك انت، لا ده بدأ الحساب يسمع هناك. هناك هقول لك هناك فين دلوقتي. هنلعب بكمان النمط ال 200 جنيه طبعا، اللعبه نخزوقانه. عرفت فايده البرمكود اللي قلت لك عليه في الاول، ان كل ما تخش الالعاب ده تتخزوق؟ هتتخزوق. كمل معايا الفيديو، واحنا لسه معانا المشوار طويل، والله العظيم هنخرب بيت الشركات دي قريب زي ما خربت بيوتنا. بس انت دوس لايك. هنلعب كمان ب 200 جنيه صلاه النبي احسن. هتجيب معقوله؟ ضيعت مننا الاحمر 240 جنيه عندنا، خسرنا كتير. ركز في المبلغ فوق يا زميلي، ده الوضع الحالي اللي شغال في حاليا في كريستال او اي العاب تانية. خلينا نتكلم على كريستال بالتحديد، لان ناس كتير بتلعب كريستال، ناس كتير وما تعرفش ان اللي بيلعبك سيستم، لعبك سيستم. الموضوع مش محتاج حرفانة منك او انك تضعف وترجع والكلام ده، لا يا باشا. اللعبة دي هتاخد منك مش هتدي لك، ومعظم اللعب كلها. ولو ادتنا هقول لك دلوقتي السر في ايه. 360 جنيه، انت عاقل حضرتك؟ واخدك كام 200 وكام 100 وكام 1000، وفي الاخر بتديني 360 جنيه؟ بذمتك انت عاقل ومصدق الكلام ده؟ قول لي ازاي احط 200 جنيه في 200 في 200 في 100 تديني 240 جنيه؟ انهي واحد عنده عقل يحسبها بجد معايا ويقول لي ازاي اللي احنا بنعمله في نفسنا ده؟ ازاي بجيب فلوسي واحطها في لعبة زي دي ومتخيل انها تديني ارباح عليها؟ احسبها بعقلك وادركها كويس. انا اتعب في فلوسي واشتغل بيها ورزق اولادي وشغل بنفسي، تعبي، بصحى الساعة 7 الصبح انزل شغلي علشان اجيب 500 جنيه ولا 300 جنيه اصرفهم على بيتي بالحلال، اجي احطهم في لعبة جوه دي عشان ايه؟ علشان ايه؟ متخيل ان انا هكسب ارباح عالية من الحرام؟ ويا ريت تكون بتكسب كمان، انت بتخسر مش بتكسب. يعني سبحان الله، الواحد لازم يعقلها صح. انت لو كسبت جيم بتخسرك عشرين. لازم تفهم وتركز ان الفترة دي بالذات في 2024 و25 و26 القادمة ان شاء الله كله في النازل، والسبب ان عدد اللاعبين الحقيقيين قل في الاداء، فطبعا مفيش ربح. انت كان في الاول بيكسبوك على حساب اخوك، دلوقتي مش هتربح تاني، انسى. عموما يا جماعه نقفل الفيديو على كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون فهمت المضمون، يا رب تكون فهمت المضمون. ما تبقاش تخليش الشيطان يسيطر على نفسك وتقول انا اخش اعمل ربح زي ده. انا بوضح لك ايه اللي هيحصل معاك في الحساب الحقيقي بين الحساب ده. سلام يا احلى رجاله في الدنيا، ما تنسوش تعملنا لايك، انتظر مننا فيديوهات تانية كتير.